دي قصة كل إنسان، قصة بقالها سنين وزمان. كل إنسان غلبان ومنسي، مرفوض من أهله بيته، من أهل بيته وكأنه منفي. قصة كل واحد ما تقبلش من الناس، قصة كل واحد اتقتل فيه الإحساس. أنا اللي قالوا عليا خبي، فهمي بطيء وللأسف مش ذكي. ما شفتش من الناس غير ضحك وإهانة، حتى من أهلي مفيش غير إدانة. قصتي ابتدت من إعدادي، أبويا كان دايماً مش فاضي. والله سامحه الواد شادي، لقاني ضعيف ومش راضي. وفي ركن ضيق في النادي، قال لي ولع عشان تبقى رياضي. وكل ده خلاني مقصول في سجن من نفسي قاعد محصول. أعمل إيه مش لاقي يا صديق، يمكن ألاقي الأكل رفيق. حتى في ده مش لاقي نفسي، والناس عمالين يشاوروا على ضعفي. في كل نظرة بيدنوني، وبكل كلامهم عمالين يجرحوني. وأنا اللي قالوا عليا تخينة، وإنتي وحشة، إنتي سمينة. أنا اللي قالوا عليا مجنون، بس هما مش عارفين اللي حصل لي في الكون. ماشي جنب الحيط، مش بعرف أتكلم مع الناس غير أقرب الناس في البيت، بس حتى دول دخلوا في قلبي فاس. نظراتهم بيقولوا لي انهم احسن مني، وما لقيتش بينهم الحب اللي يطمنني. احنا كل اللي مش مقبولين، كل اللي في المجتمع مظلومين، احنا ضحيه كل تريقه، ضحيه كل شتيمه. وهما مش عارفين، هما مش فاهمين بضعفنا وبروحنا، هما مش حاسين. ودوس على وجعنا، هما برضه مكملين.